باش تنعم براحة البال لازم تنسى وما تقسى وتتعلم تسامح. اللي فات مات الآن. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم، مرحبا بكم في فضائكم، فضاء قناة الشروق وفرع من فروع قناة الشروق في هذا البلاطو، بلاطو اللي فات مات. هذا وقت لأن نقابلوا المرايا ونشوفوا عيوبنا، شوفوا واش يخصنا، شوفوا أين أخطأنا، مع من أخطأنا، ولماذا أخطأنا، ونحاول نصلحوا الخطأ ونبدأوا كل شيء جديد، لأنه كل الأخطاء وكل الذنوب وكل الغش وكل النرفزة وكل كل شيء يفوت، اللي فات مات. درسنا اليوم لأنها كلها دروس، راح نأخذ العبرة اليوم من عند أخونا محمد ترايعينا ترايعية، جانا من ولاية وهران. سي محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك عمي جلال؟ لاباس لاباس الحمد لله بخير. الله يحفظك. تفضل. الله يحفظك. كيراك ولدي؟ لاباس الحمد لله. غاية؟ لاباس. كما تقولوا غاية؟ غاية. ماكش ما غبنش يا أخي، صافا لاباس. لا الحمد لله. الحمد لله. العطلة فيها خير. أيوا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. محمد ترايعية من وهران. بغيت نعرف عليه كل شيء. الاسم، اللقب، السن، كيفاش كبرت، وين كزت، والى اخره الى اخره. الى اخره. صح. انا اسمي لدوريجين سناني. ايوا لا فامي ترياية. واه. وسموني باسم تاع الشارع عتيق. كيف تاع الشارع؟ اسم تاع الشارع. نون دكار تاع برا زعما. برا اصحابك يقولوا لك تاع برا. واه عتيق. و شحال عمرك سي محمد؟ 32 ان شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. تخدم تقرا شو تدير؟ نخدم. واش تخدم؟ سودور. سودور ربي يقدرك ان شاء الله. متزوج عازب؟ لا عازب. عازب
راه وقت الزواج عاود عميها طرا الله غالب عمي جلال اش راح نديروا عمي جلال او يا ربي يرزقك بمكتوب ان شاء الله على حسب قلبك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الحمد لله الحمد لله احكي لي من نهار نزلت الى يومنا هذا كي وين نزلت وهرم لا لا وين نزلت تبسه تبسه بلديه مرصد زيد في بلديه العوينات العوينات الحدوديه تاع الحدود حدود بصح كيفاش انت يا من تبسه شدك الوهرن من اقصى من اقصى الشرق حتى الغرب الوهرن هي ترمينيس تاعي تما كملت زعما ترانسبور فواياج وجيري وطيح تما كملت ايوا رفدت لا روتير تاع ترانسبور كان من الشرق للغرب المكتوب كل شيء مكتوب المكتوب مكتوب ولكن الحمد لله واحد يسترزق واللي يسافر يعرف على بالك بلادنا والله غير بمثابه قاره احكي لي على حياتك كيف زدت في تبسا في بلديه العوينات ايه ساكن في بلديه مرصد خرجت منها مول 16 17 هكا من تبسا من تبسا واصلا خليني قبل ما نخرج من صح نختصر لك اي نروح وانت يا صغير انا يا صغير وكان كنت في كرشمه الحكايه بدات قبل ما تنزاد انت في كرشيم اولي هيا شيبانيه دخلت لوبيتال دخلت لوبيتال صايم مضراره هي من ليا مني انا لا اون سنت اخي اسمح لي قبل كيفاش تزوج باباك مع يماك؟ تزوج الله يعلم كيما راهم يقولوا زعما جدي حتم على الشيباني قال له تزوج بفلان بما واه ايا هو ما بغاش الاولى من بعد ادعى لابوه نورمالمون كيما هكا هما يحكوا لي هكا سما تزوج بالسيف تزوج بالسيف نقدر نقولوا بالسيف ايوا بالسيف هو كان باغي واحد اخرى ايوا اي من بعد كل ادى على شيباني تاعو واه ايسونسيال تزوج بها 7 موا بعد 7 موا طلاق ما كانش باغيها شيباني علاه الطلاق طلاق ما صاي كي مات جدي صاي كل شيء تبدل هي مسكينة تعذبت في تما كانت تبات في الكوزينة يبيتها في الكوزينة ليسونسيال كارثة وصاي وهي بالحمل وهي بالحمل بصح علاه مرمدها هكذا الله يعلم ما على باليش انا واش كاين في قلبه والله ما على بالي صح معلش ايا بعدها جاو الفاميليا راحوا يزوروها في المستشفى زاروها نورمال عادي كاع هو ما جاش جا هو التالي كي تخلى سلام لا والو قال لها زعما قصتي طفل ولا مازال احوج انا مازال في كرشها هيا بعدها صاي فهمت شكاين راحتي لدارهم هذا الطفل اللي يتكلم عليه كنت صح ليسونسيال راحتي لدارهم هاي عرفت باللي الحياه ما تعجبش صاي حكات لمواليها قال فوالا باللي ما نزيدش نولي له وكيف يعاملني منا الضرب الله يعلم ضربها ولا لا ما على باليش هيا من بعد جابتني سمعوا باللي راهي زيدت جا عمي وجداتي كي داوني الشيبانيه الاولى ما بغاتش بعد جدي هذا ابوها حتى ما عليها قال لها شنو العقليه تاع بكري كانت النيه وكانت منا كان ما يبغوش المشاكل تاع مدي طفل وخلينا من المشاكل هاي درت عليه قالت هي تبكي مسكينه 5 ans هي متعذبه كيفاش متعذبه؟ متعذبه زعما شغل كيما دتني لجداتي وعمي ومازالش كاع حوشت عليك لا 5 ans متعذبه البكا منا تسقسي من بعد ما كان والو سما زيدت داوك ايوا
صح الحضانة من المفروض الحضانة في كل قوانين العالم كلها الحضانة خاصة لبيبي للأم للأم ايه دوك أنا ما فهمتش أنا شرع ولا رأي الرأي تاعهم أنا الأولى كي جابوني أنا في الطريق صايبة يدخلوا بي الدار كاينة عمتي هذه بكوشة قالت تدوا لي هذا البيبي هذا واش نديروا بها أنا هذه من الأولى بعدها كبرت في وسطهم كبرت في وسطهم موراها الله أعلم 11 عام 12 عام صارت لي هكا ضربة في رجلي من تحت سلامات إن شاء الله طهور إن شاء الله داوني لوبيتال داني عمي عمي هذا الله يذكره على خير داني لوبيتال داويت وكاع بعدها كشول الطريق هذيك باه نشاورو للدار جات العكس تاعها قارف عند واحد الدار كيما هاك قال لي روح ادخل الباب هذاك راح طبطبت الباب هذاك كي حلوا الباب يلقوني انا نسى بزاف طاحوا عليا من الكوش الدروات السماء الارض يضربوك ما فهمت والو لا لا كان يعنقوا فيا شكون هذوما هادو خوالي خالاتي الشيبانية معاهم تاني دار يماك الحقيقية أيوا صح هما ديجا كانوا دايرين لها سيربريز صح أيوا هي ما لبلاش كاين عرضوها تما تلايم والخالات أيوا بعد أنا ما فاهم والو أنا كي من بعد كي هكا بشوية بشوية قالوا لي بلي هذه أمك أنا عاقل على كل شيء من الآل الزاد الليسونسيال قال له هذه امك صاي من تما اسمح لي محمد واخا انت كي قالوا لك هذه هي الوالده نتاعك وانت عمرك الوقت هذاك 11 سنه قلت لي 11 سنه دخلت فرحوا بك عنقوك سلموا عليك هذه انت فرحت فرحت وطفل صغير 11 سنه لكن مين قالوا لك هذه هي الشيبانيه نتاعك هذه هي يماك واش صرا لك انت واش حسيت في الوقت هذاك ما صرا لي والو كنت صغير انا تعرف الصغر واحد مازال ماشي في عقله لا لا بصح انت كنت داير في حسابك جداك هي يماك ايوا هي خاطر ملي انت صغير وانت تعرف غير جداك هذيك هي يماك وعمومي وعماتي خاوتي ها انا كنت دايرها كيما هاك صح شو يماك كي شافتك اول مره شا قلت لك؟ تبكي كانت تبكي ليسونسيال تشوكات الاولى باين على سيربريز فرحت حاجه في سيربريز باينه فرحت فرحت بزاف كاع يعني. عمري ولا شتها ولا قالوا لي عليها ولا خبروني قط الصوالح هذو داروهم في السر صعيب باش تدخلها في راسك باللي هذه الشيبانيه نتاعي ولا لا لا صعيبه اللي ما قديتش ننسى الباسي هذيك هي الصعيبه انا ما قديتش ننسى منني عاقل روحي مطهره تاعي واروح ما نسيت والو كيف المطهره نتاعك شو صرا الشيبانيه ما جاش الشيباني الوقت هذاك وين كان الشيباني كان خدام هو يخدم واه صح طهرت ولدو على باليش انا واش كاين الداخل عنده ما على باليش كيفاه يعطيه قلبه بيتزوج درك انا بنادم واه هايو واش دار في عقلو باه الانسان يقع هكا في الكواط انت كيفاش كواط مريقلين لا مريقلين كل شيء مريقل نورمال كل شيء رجلو ما كان لحنانة ما كان تبسيمة ما كان والو ما دار والو ما بين روحه ما والو ديجا متزوج ثلاثة الأولى شيبانية الزوجة ماتت الله يرحمها الله يرحمها هم يقولوا بلي كنت صغير أنا كانت تهلا فيا اللهم ارحمها الله يرحمها الله يرحمها الثالثة انقلبت رأسا على عقب حاجة ما تعجب فيها بروميجور الدخله تاعها تبسيمه نورمال من بعد كي ولدت فيها الاولاد صاي
شحال جابت الدراري؟ دروك الله ويعلم يعني خمسة ولا الله ويعلم يعني خمسة ديجا ما نعرف غير واحد الكبير فيهم. دروك أنت العلاقة نتاعك بعماتك وعمومك وكيفاش؟ أنا كشول مبان لهم اللي مقطوع من الشجرة. يا لطيف. والله عمي جانا. والعياذ بالله. ولدي راك محيرني. كيفاش عشت مع عمامك وكانوا يبغوك وهذه وهذه في لحظة كي تزوجوا صاي نفسي نفسي أنا تاني وليت كيفهم وليت كيفهم وليت أنا تاني طمع كيفاش وليت أنا تاني نسرق سرق نسرق سرق الدراهم نطمع من الدار شو هذه داروها سبة شادرت وين رحت رامي نروح للقهوة نريح في القهوة دي فوا ننعس نعاود نرقد على الطابلة تاني والناس وقتها كان قلوبهم حجرة عمي جانا ما يشوفوني برا يدي يستهزئوا فهمني كيفاش كنت تدير باش تاكل باش تروح المدرسة باش الطابلية لا كنت نروح أنا عند شيباني المرأة هذه اللي معاه هذه ما تستقبلنيش تقول لي راه فرش فراشك وحدك الماكلة تعطيني الماكلة بايتة كي ركلامي أنا شيبان يقول لي تكرامي على كرشك ركامي غير على كرشك جيعان في الصغير علاش بصح ماشي كيما هكا شي قدام مرا هادي تقول لي هادو صوالح واحد النهار بالك هو جاب يخرج يقول لي تهلا في امك على هذه المرا شافت فيها انا وشافت فيها هو قلت له ولدي مانيش امو الله اكبر الله نورمال عادي كاع هو كش ما دار ما دار والو هبط راسه وخرج فهمت انا هادو كيف وصل كي معك ما على باليش ومو غير كون كذبت هذيك اللحظه هذيك برك قالت بلي معليش تو كنت هلا فيه غير كذبه خفيفه نورمال سون بيتي في الوجه نراك محيرني يا محمد يا ولدي بزاف يا ولدي شكون راه يفهمني يا مجلال قول لي صح صح غير انا كباك صراحه ياك باين وش هي الحاجه اللي ضرتك وكل في قلبك انا نضريت كي كبرت يا مجلال نعم نضريت كي كبرت انا كي كبرت صاي بديت نستوعب شو كانوا يديروا وزيد حاجه اخرى كي بديت نسافر من البلاد للبلاد وين راح وين مشيت؟ أول وجهة لي حسين مسعود. من بعد وين شورت؟ أبديت الرحلة تاع عجيج السكيكدا العنابة سقاه راس قالمة وبديت نقدم شوية نصطيف رحت القسنطينة هذو كاع بت فيهم برا وكاع تجررت فيهم. فاش بالنسبة لك أنت فاش تمثلوا كيفاش عشتهم؟ نبات برا عادي يجيني كل شيء نورمال. نبات للجوع دي فوا ندخل لك الريستورون ناكل ونهرب من جلال بس كان حتى مالية ما عندك سوارد ما كان سوارد الحاجة الكبيرة اللي ما قدرت لهاش وغاضتك عمرك بزاف شا هي الحنانة من جلال نانا 0% لا شوابين لا عندي غير حنانة جداتي هذا المكان حنانة الأم ما كاش حنانة الأم ما كاش وحنان الأب ما كاش الخالات والو العموم ما كاش كانوا حاطيني غير للضرب غير الضرب غير الضرب كانوا يضربوك كانوا يضربوني جداتي اللي بعد النهار كنت نخدم في حسين مسعود قالت لي ما تجيش نشوفك مادامني حيه تما عمي جلال شوف طلبت كل شيء مورايا الخدمه القشي صوالحي كاع هوت ريزرفيت ورحت ديريكت عندهم لا توشاتني هذه الكلمه شورت شحال كان عندك ما شفتهاش تقريبا عام ونص ولا والام الحقيقيه نتاعك في هذه الحكايه كامل سقسيت عليها انت انا ماشي غير سقسيت عليها انا قال كنت متزوجة بالراجل الزوج توفى الله يرحمه
هو كان متزوج من قبل، قبل ما يتزوج شيبانية جاب معاها أولاد. هي كي وصلت كي تزوج كي ماتت مرته هي تزوج بهذه الزوجة شيبانية، لحقت عليهم صغار كبرتهم. صح، الوقت هذاك في العياد في رمضان في المناسبات ما والو والو ما كانش. قلت لي رحت سكيكدا ورحت هذه ويأذن المغرب وين كنت تاكل؟ مطعم الرحمة يوميا يوميا. كان واحد النهار عمي جلال فكرتني في سكيكدا، كنت خدام في شونتي تما، كنت عساس في الليل وفي النهار نخدم ما نافر. كي جيت خارج عندي واحد ساكن تما في واحد الباطيمة قال لي تخدم هنا؟ قلت له واه. قال لي ما تبوجيش منا. شكالي هذه بقت ما نسيتهاش عمي جلال، دي غاضتني. قال لي ما تبوجيش منا نجيب لك فطور. اي فرحت انا، قلت يا بيان صافي بليزير وحدك يجيب لي فطور. اي قاعد نستنى 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 عمي جلال كان كونت السيد ما جاش، اد المغرب وما جاش. قلت بالك كش ما صرا ولا حاجه دوك يجي. ممكن ايه ممكن تسنيت ما جاش ما جاش كاع، وانا ألف ما عندي في الجيب. كيف افطرت؟ الماء الماء الماء. تسمى المغرب فطرت بالماء سحرت بالماء بالماء ورقت ورقت مزيه. كنت عيان واش سامحني في اللحظه هذيك ما تفكرتش يماك ما تفكرتش باباك ما تفكرتش حتى واحد؟ ما نعيط حتى لواحد عمي جلال، اللي تبان ليك شو نعيط لهم طيح من قيمتي. لا 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 ماشي قلت لك تعيط لهم في اللحظة هذيك لحظة ضعف نورمال ما عيطش غير جداتي. جداتي تسقسي عليا نقول لها راني الا بيان راني ناكل نشرب عادي كاع باه ما تزيد لهاش ما نزيد لهاش ما نزيد حتى لواحد. راني لحد الان نقول لهم راني الا بيان. بصح قيمة الوالدين هاي قيمة 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 كبيرة. أنا بغيت نفكرك في واحد الحاجة، أنت وكل الناس اللي راهم في الـ في الـ في الحالة نتاعك، حاجتين. الحاجة الأولى الراجل، تعرف شنو هي الراجل؟ الراجل بذراعه اللي يخدم حتى لو كان ما كتبش ربي ما قراش. نكنس نبنتر نكولي ضالة نحمل نغسل الواطن، المهم خدمة الخدمة تسترزق بالحلال الطيب. الطيب مهما كان سعيد ولا شقي. الحمد لله راني سعيد عمي جلال. صحي تبارك الله. والله راني سعيد. على بالي عكس السعادة تماما. على بالي عكس السعادة تماما. والله لا على بالي السعادة أنت ما تعرفهاش أصلا. عمي جلال نعم راني قايس كل شيء مورايا. انا اللي نضحك شوف من اللي نوض حتى نرقد. اللي فات مات ياك باينه. اللي فات مات بصح كاين صوالح ما صح الانسان يدور الصفحه بصح ما ينساش ما ينساش. صح ما ينساش باين. انا كاين زوج صوالح اللي بكاوني كاين البصل ولا سودير. انت تتظاهر باللي قلبك قلبك صحيح وقلبك تعرف علاش؟ شي ظاهرة هذه مجال هذا واقع. هاني معك صح. أنت من قوة أنه الوقت خذا ضربات قلبك خذا 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 ما عاد بلندي قلبك أنت ما تحس أو لا هكذا يعني. معنى هذا مش قلبك مش طيب، الضربات هذيك هو اللي خلى لي شوك اللي ديتهم من عند يماك يماك وباباك يطلقوا من عند الفاميلي نتاعك كي حاوزوك من الوقت اللي وانت رفد كاب على ظهرك ومن بلاد البلاد تحوس غير باش تسترزق غير باش تاكل ولا لا لا هكذا ولا لا هو ثاني انسان هذه كل ضربات هذه كل ولكن في قلبك في اعماق قلبك ربما راه قلبك ريشه خفيفه كل
مادامك راك تضحك للدنيا وهذه والله نضحك بركامي صحيت بارك الله فيك. طيب انت جيت عند عمك جلال شباغي عندي انا نطلب منك عم جلال واشكون اللي حبيت نجيب لك؟ الشيبانيه. الشيبانيه؟ علاه؟ كلامي جلال انا كي رحت عندها كي زرت انا واصحابي قلت لها انت راكي عايشه عند خوك علاه ما نروحش انا لوهران نبني لك دار تجي تسكني معايا؟ هي قالت لي هي اوكي اكسبتات. كي اكسبتات فرحت قلت مدى بيا هكا نقفز نديرو الشمل. مدام انا مدام نزلتي صغير سنة الراحة شويه حنانه شويه منا نوقف عليها نجري نطيح. كل شيء عكس. على كل شيء عكس. رحت انا جيت هنا لوهران هذه من كي رحت من عندها واه وصلت درت نهار تاع روبوزيت فيه. من بعدها نافيغيت قال صاحبي اللي كان معايا شل سهل لي الامور قال لي كاين ارض في البلاصه الفلانيه روح ابني فيها. سهلها لك؟ سهلها لي ربي يسهل له في اموره كل ان شاء الله. الله يا ربي ان شاء الله. ايوا من ذاك جبت الماس وديريكت مو تراسا طف طف دار الساس طلع الحيطان وانا كل يوم كونتاكت معاه بشكالة كي وصلت تما ما كانش عندها تليفون شريت لها تليفون وبيس صايب انا نقعد كونتاكت كل ما نحط حبه بيربان في الارض نقول لها راني حطيت حبه بيربان في الارض توجد لها في الدار في كل شيء. ايوه هي من بعد كملت الدار كونتاكت معها هي ما تخبي عليها ما تقول لي واش كاين واش كاين تحكي لي نحكي لها كل ليله. هي من بعدها قالت لي قلت لها وجدي روحك رمضان باه نجي نديك. هي قالت لي هي لا قلت لي ما نجيش لا شكاين قالت لي جا واحد خطبني. قالت واحد جا خطبني كيفاش انا قلت لها يتمسخر هذه. هي تما ضريت قاعد وحدي في الدار نجري ونطيح هكا وانا ما درتش في حياتي كومبلي بان نبني سكنه ونستقر ما درتهاش كاع في عقلي. ما خممش تزوج تجيب مرأة؟ خممت من بعد صراو عراقيل. طيب حنايا الان قلت لي نجيبوا الشيبانيه نتاعك نطلبوا طلبت منها نجيبوا الشيبانيه نتاعك. على شو باغي تقول لها؟ قول لها باللي حبيت تعاتبها. قول لها باللي صاي بعت الدار اللي بنيتها. يا الله يا كريم. طيب احنا راح نبذلوا كاع الجهد نتاعنا ان شاء الله باش نجيبوا الوالده. بعثنا الاخت فاطمه مشات حتى الوالده نتاعك وقدمت لها الدعوه. هاي الصور. الدعوة رانا وصلناها للسيدة الوالدة نتاعك. انت في راك زعما تجي؟ ممكن الله يرضى عليك. راح ندور بك الفتاة ان شاء الله.
للإجابة على هذا السؤال الكبير والصعب راح نتصل بصلاح والإجابة عنده. صلاح راك تسمعني؟ أسمعك أمي جلال، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. مساء الخير، هيا بشرني. الإجابة أي عندي صح، لأنه فريق العمل تاع اللي فات مات بدل ما في وسعه حتى يلحق للسيدة زينة، والحمد لله الحمد لله السيدة زينة لحقت لها الدعوة ولبتها وراهي حاضرة معنا في بلاطو اللي فات مات. سيدة زينة مساء الخير، مرحبا بك. ديك يعيشك. السيدة بوطقوقة زينة ما غلطناش، مرحبا بك. يعيشك. سيدة زينة عرفينا بك، العمر شافي عمرك سيدة؟ 50. الله يبارك. سيدة زينة عندك أولاد؟ عندي زوج بنات وطفل. الله يبارك، تسميهم منا؟ عتيق ومنيا وهناء. الله يبارك، الله يبارك. صح في عمرك. قولي لي مزوجات مزوجين الأولاد ديالك؟ البنات مزوجين والطفل مازال. الطفل مازال، صح الله يبارك. طيب سيدة زينة من أي ولاية جيتينا؟ نعم ولاية تبسة. تبسة، الله يبارك. قولي لنا اللي فات ما تعرفيه البرنامج هذا؟ نعرف، أنت ديما نتبعه ويعجبني. مع جلال؟ سيدة زينة لما جاء الفريق وعيط لك قال لك إنسان حبي عرضك لهنا في اللي فات مات، خممتي شكون هذا الإنسان؟ كاين ناس برشا متني فيهم الخير، الله أعلم. احنا حابين ردة فعلك لما تكتشفي هذا الشخص اللي استدعاك اليوم، حابين نعرفوا هذا الشيء، حابين نعرفوا المزيد عن هذه القصة. نعم. حابة تعرفي معنا شكون جا؟ نعم. وشكون استدعاك؟ تفضلي معنا عند أمي جلال حتى نكتشفوا هذا الشخص اللي استدعاك في هذا البرنامج، تفضلي. كيف حالك؟ كيف حالك؟ تفضلي واحدة واحدة. بسم الله، تفضلي سمي بسم الله. يا ربي الله، تفضلي تفضلي. مرحبا بك خيتي. ليك يا سي جلال، صحتك لاباس؟ لاباس يعيشك. مهني راك منورة ما شاء الله. يعيشك ربي يخليك. جبتي لنا ريحة تبسع. يعيشك. الناس واهلي اللي هي لاباس ملاح؟ لاباس عايش الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. شكون اللي جابك ولا جابتك هنا؟ عندي الدنيا الخير في الناس ياسر. اي الدنيا الخير، ممكن واحد منهم الحمد لله الحمد لله قرب الخير تاعي. ايوه ها الدنيا الخير مع الناس الكل الحمد لله يا رب. نمشي في طريق ربي سبحانه عز وجل وجلاله. ربي ما غلطش. التلفزيون راه قدامك، لاحظت وتعرف شكون اللي جابك ولا شكون اللي جابتك؟ سمي بسم الله. بسم الله. هذا هو ولدي، 4 سنين ما شفتوش. أربع سنين ما شفتيهش؟ 4 سنين ما شفتوش. تحبيه؟ وش بك ترى، ودوه من عندي عنده عام، ما شبعتش بزي وما شبعتش بالحنان تاعو. لحظة أني جايك خويتي. سي عتيق. مي جلال، طلبت منا نجيبوا الوالدة نتاعك اللي عندك 4 سنين ما شفتهاش. الوالدة نتاعك بحمد الله راهي هنا قدامك، واش حبيت تقول لها؟ هذه فرصة باش تتكلم معاها. بيان سي. ارفع صوتك باش تسمعك، خطري بعيدة شوي. وش راكي لازوز؟ أنا جايك عاتي. خويتي زينة، علاش هكي تبكي؟ صلي على النبي
صلي على النبي. على شكي تبكي؟ بحداك الكبدة يا طرب عشان شفتوش صعبة شوي. صعبة ست حط في الصغر مش بعش بسي حتى في صغر؟ عدوهولي صغير خلاص مش بعتش بحط بحاجة من الحالة نتاعو، مش بعتش حتى حطيت لي كيفاش تخلو قراية، حطيت لي كيفاش خيابو فيه. هو صغير وأنا صغيرة، وناس والله ما عنديش باش نعيش، طالبوا بوي وكم كيلو الحقوق تاع المرأة ما عندهاش الحق كيما تو، طالبوا بوي وما عنديش باش نعيش، سبلت في ولدي، حسيت كبت شعلت من الداخل. صح سامحيني. علاش نحوهولك وهو صغير؟ ايه نحوهولي كاين مشاكل، مشاكل ياسر مع بوي وما يتفاهموش معاه. مشاكل ياسر مع بوي وحشاك معاه حشاك مو سامحيني حش فضلك يتبع في النساء ويشرب و آه. ما يحسش بي ما نقولوش بي خلاص. وين ما جبت روحته وتعينا فيه عندي 4 شهور. رحت لدار بوي ربي يرحمه قعدت 5 شهور وجبته. ما جاني في السبيطار ما حس بولده وما سقس علي ما والو. قعدت عام كومبلي هو عندي لقيت باش نعيش لقيت باش نعيش وسبلت فيه محامل وحتى واحد كل واحد يقول لي مادام هو مش ومحسش بولده هو يقدر يعيش ولده انت ولي ما تقدرش تعيش مش لي خدام انا بطالة زور لي ما عنديش باش نعيش. كيفاش عرستي ببويو؟ والله سما مكتوب. إيه كيفاش المكتوب هذا؟ المكتوب سما اخويا وخو بويو هو ايه صحاب ايه تعرف صحاب تاع الرجال ايه كلمتهم ما تطيحش ايه فجل تاع قهوه يشربوه مع بعضاه يعني كل حتى من خاو ايه هو كان يتبع في مرأة أخرى يحسبوا فيه سو المرأة هذه مطلقة صح أخوه قال لا يدي بنت عم صافي نحن ابن عم في بعضانا ايه ابن عم قال لا أخوه الكبير قال لا يدي بنت عم من خير صغيرة وكل شيء مديش واحدة مطلقة. شكون اللي قال هكا؟ هذا سلفي هو اللي قال لخوه قال لي هدي بنت عمك ما تديش واحدة مطلقة علي انا. ايه كشغل وشاتي كشغل حشم بركة من خوه صافي خويا انا وخوه هو اتفقوا علي ما مدني خويا لي لو كنت صغيرة عندي 18 سنة صغيرة ما نعرفش كي روحت لي هكا ما مشو قد قد على بنت وش اصلي بي عايشة كي قعدت 7 شهور كي فوق من قلب يعني كشغل حشمة برك. الزواج ماهوش لعبة. ها بكري أعطيني أعطيني لحظة. عتيق. عتيق يا ولدي. أنت طلبت منا الوالدة نتاعك سمعتها واش كانت تقول؟ تبكي. قول لها كاع واش حبيت تقولها. راك سمعي فيا العزوز. اسمح لي اسمح لي عتيق. مرتين وأنت تعيط لها العزوز. علاش ما تقولهاش امها؟ ما رايش في محلها عمي جان. ها؟ ما رايش في محلها. وش اللي ماش في محلها؟ ما عمري ولا قلت امها. هذا وقت باش تقولها امي. تعرف كلمة امي؟ انا صدقني بالله الذي لا اله سواه، انا لو كان لقيت لحظة مش لحظة مش ثانية، عصر عصر نتاع الثواني، عصر نتاع الثواني. نقول لما يما يا امي. لكن مع الأسف شديد ما عنديش أمي. هاي كلمة تجمع الدنيا كل. ربي يرحمها إن شاء الله. اللهم يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين ويرحم جميع أمهاتنا. هاي أمك مقابلتك. قول لها واش حبيت تقول. أنا بنقول لك أنت الكرش اللي جابتني. ونستعرف بيك. ونكبر بيك. صح كاينة حاجة كي بغيتك تسكني معايا ما قبلتيش. هذه اللي ضرتني بزاف. بغيت نلم الشمل انت خطيتي هذا الموضوع. ليسونسيال انت تبقي انت الكرش اللي جابتني مستعرب بيك و ليسونسيال طونسيال عندي أم. وأنا بغيت ندير لهم رسالة باللي أنا راني مستعد
لم الشمل. مستعد انا اللي نحاول. ثم انا اللي نستنوش هما، نستنى فيهم هما يقولوا لي، انا اللي نحاول بس كالا انا المضرار ماشي هما. انت دير الخطوه الاولى، هذا واش حبيت تقول؟ الخطوه الاولى مجال صاي. نعم صاي، ما بقاتش خطوات. هاك جيت هنا عندنا، مادام جيت هنا عندنا وجيت عند باباك، راني باباك انا يا. لا لا سبحان الله، بويا انت سبحان الله. انت ربما مرتين السن نتاعك، انا عندي تجربه في الحياه، سنك مرتين تجربه في الحياه. صح الام هي ام. انت درت الخطوه الاولى باش جيت عندنا باش نحاولوا كما قلت انت نلموا الشمل. هي مشرده في الشرق وانت مشرد في الغرب. انت على بالي الضربات اللي جاتك وانت صغير والجرجير اللي جررته وانت صغير، قلبك قساح شويه بزاف بزاف. بصح الوقت صدقني بالله الذي لا اله سواه، يا الوقت يمحي كل شيء. حاجه واحده فقط، انا اعلم انه بداخلك انسان قلبه ابيض ونقي النقاء، هذا البياض هذا. الحمد لله، والله الحمد لله عمي جلال. صحيح. فكاين بريود عمي جلال. بارك الله فيك. انساها. اسمع كلام بويك. قول لها حاجه طيبه. واش الحاجه اللي الباهيه كل اللي تنجم تقولها لها؟ هاي قدامك. راه نقولها عمي جلال. دوك هي مادا بيا تكون راضيه عليا، هذا مكان. انا نحوس غير رضايتهم، هذا ما كان، هذا ما نحوس انا. انا الشيباني مسامحه. ايه من الال الزاد انا مسامحه. ولا كاين حدود. اه اوكي، صح لحظه انا جايك. هذا الصيد، كما تقولوا صيد اللي هذا الصيد هذا مسكين تعذريه من صغره فوتو تمرميد على بيك. ها؟ على بيك. من اللي عمره عامين على بيك وهو متمرمد، ما عاش خلاص كما الولاد الصغار. قلبه من قوة اللي تلقى الضربات قلبه قساح، ما نقدرش نلوموه، ما نلوموهش. صح. ها؟ صح. راهي مدة قدا عمره درك؟ يا ربي 32. 32 معناها 30 سنة هو ياخذ في الضرب. ها؟ وانت عندك 4 سنوات ما شفتيهش. على ما رحتي شفتيه؟ ظروف ما خلتش. نقول لك حاجة، حتى لو كان احنا كبار ومسؤولين على عائلة أو مش صغار فقط يغلطوا، وحتى نحن ثانيا نغلطوا. الغلطة بدأت من الأول. كيفاش من الأول؟ هاو هذا فلان عرسي به. قلتي من قلبي ماهوش عرسي به وسكتي. فهمتي الغلطه منين بدات؟ اللي غايظاته اللي زلزلاته رغم الصغر نتاعو والتمرميد اللي تمرمدو، كي بنى لك دار طوبه بطوبه ياجوره بياجوره وفرحان ميمتو باش تجيب حداه، علاه ما مشيتيلوش؟ والله سامحني واش تنقول لك؟ أنا قلت لك واش قلت لك أول مرة؟ قلت لك نحن الجيل تاع بيك نخافوا من بوينا وخواتنا. إيه. قلت لك سامي كمل لك الحكاية. كي مات الراجل هذا. إيه الله. وعطيت بنتي الكبيرة. وقعدت الصغيرة حتى هي مهنية. خطبها واحد، مهني مسألة كل العرس. روحتنا لدارنا. شفت الغريب يبقى ديما غريب. خاصة المرأة. قلت نروح لدارنا، عندي أمل نكمل حياتي مع ولدي. قلتها بالقلب بالرب. ولدك هذا؟ ولدي هذا. قلت كمل حياتي مع ولدي، ما عندي حتى حياة أخو، ما عندي حتى حاجة نستنى فيها. خاطر البنات راه يروحوا لديارهم. صحيح، قلت ما عنديش طفل نقعد عليه، عندي ولدي الوحيد بتغرب ساكن في بلاد الناس، ما على باليش فيه يتعشى، لا ظلموا لا بكى لا يضحك لا حتى هو يعرس وأنا فرح بيا كما فرحت ببنتي. لا كان الله خير. صرا فيه الإعجاب؟ على بالي. ما على بالكش؟ على بالي. ما على بالكش حاجة قولي لي. ديما يحكي لي يعني نهضر معاه. لا لا يحكي لك كان سامحني، لكن للاسف ما عنديش الراي. الراي ما عنديش.
حبيت نطرح عليك سؤال يا اخي، انت راكي صريحه وتخافي تخافي ربي كما نخافوا كل. يا هل ترى ما كاينش ندمانه شويه؟ اه ندمان على ولدي حاجه واحده الخاين نخم عليه وقلت يعني هو ما يعيش وما كملش حياته في الغربه وما كملش حتى حياتي في الغرب، حاول يقرب لهنا ولو يسكن حتى في عنابات بس المهم هذا اهله هو اهلنا حتى كي قدر ربي حتى كي نموت يجوا اهلي يدفنوني. بعد عمر طويل لحظه اني جايك سيدتي. ربي 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 سبحانه عز وجل الواحد الاحد اللي خلقك انت وانا وخلق كل شيء ويغفر ويسمح. ربي غفور رحيم. الله رحيم رحيم غفور رحيم ورحيم. انت تسمح ولا ما تسمحش؟ انا مسامح لهم كاع. اعطيك لا سامحني نتكلم على امك. باينه مسامح لهم. مسامحها امك؟ مسامح لهم. لحظه الان اذا كان انت يا ولدي مسامح مهمتك بعد ما هو قليل باش الام تقول راني ندمت، خاصه الكبار الكبير يقول راني ندمت وهذه شجاعه منها وانا نحييها، غلطت بدات الاخطاء للظروف قساوه الطبيعه والموت القلب كيموت حتموا عليها حاجات اللي خاطينها خلاص وتخاف. في هذه اللحظه هذه سي محمد واختنا زينه اذا كان هي راهي قالت لك راني ندمانه وانت قلت سامحت باش تبينوا لي باللي فعلا اللي فات مات بداوا صفحه جديده بداوا وقت جديد ازرعوا الامل انسوا كل السلبيات الضرب والميزيرية والرقاد البرة واليتم والحقرة والظلم والجوع والعطش إذا كان راكم حابين هال أنا حبيت نسقسيك قبل ما نمشي نطرح السؤال الكبير راح نطرح لك واحد السؤال وتجاوبيني بكل صراحة مستعدة تسكني معاه؟ معليش الله أكبر. إذا كان معليش أدركي على الأحمر هذاك وأنت سي محمد عمي جلال أي دورة الكرسي هي أنا بعت سكنة عمي جلال تمشي معاك لو كان في الأوتيل ولا في الوطا ولا أينما كان أمك دورت الفوتيل دورت أنا ندور أنا أيوة صحيت الله يرضى عليك تفضل وريح ريح بلا ما تمسي هذيك تفضل يا حاجة امشي راني واقف معاك راك تشوفي فيه انا درت اللي علي درت البوسيبل يلا غير ما قبلتيش راه ندير محمد صلي على النبي الحبيب عليه الصلاه والسلام. سيده زينه نعم انا راح نطلب منك طلب. تفضل. كي قلتي تشوفي الحصه وتبكي مع الناس اللي يجيو مع الحالات وتشوفي اللي الناس اللي متخاصمين واللي حال الدنيا حال هكذا حالنا هكذا حالنا في الفوتو هذاك اللي راكو قاعدين فيه ياما ناس قعدوا فيه كانوا انتم تقولوا في اللي كل واحد مغشش يسكت راه الدجاج لك حل داير بيا هكا تقولوها
هذو جو في حالة يرثى لها. تحب رضا الله؟ رضا الله ورضا الوالدين. أهم لك الوالدين. أنا نصيحتي شوفي وين ما راح ولدك روحي معه. كي حابة تفرحي ولدك ولا لا؟ نعم. ها؟ نعم. تحبي تشوفي وليداته ولا لا؟ نعم. أينما راح روحي معه. راه هو رجال وتراس وهو صغير وتمرمد. اللي فات مات وهذه الحياة إن شاء الله يا رب العالمين. عطنا تبسيمة ودعميه. آه مجلل. أنت قلت لي تضحك. نضحك نضحك. لكن نقول اللي فات. اللي فات مات اللي فات. صحيح. أي سلم عليها باش توري لي صاحب اللي فات مات. لا سلم. أيوة صحيح. نقول لك إن شاء الله يا رب العالمين أروحوا من هنا. إن شاء الله. شوفوا راح تسهلوا لكن توعدوني وين ما راح روحي معه الله يرضى عليك. إن شاء الله. صحيتي. إن شاء الله. وأنت؟ إن شاء الله تجيب مريا وتجيب وليدات إن شاء الله وبنات وما تلزمش عليهم يعرسوا وأنت تجيب لهم مرة تقول لها عرسي. طيب نعرفهم طيبة من جامعة. لا لا شوف ها هي ميمتك طيب لها ماشي طيب لها شوي لها وقليلها راك مخبي شويه على جهه كان شويه تيسوس. ربي يسهل لكم ان شاء الله وربي يرزقكم الصحه والهنا والعافيه طول العمر ويكثر عليكم ذريه صالحه ان شاء الله وتحضري العرس وحني له وبعثينا لي زيماج ولا نبعث لك حتى فريق يجي يصورك من العرس نتاعك ان شاء الله سي محمد الله يرضى عليك خيتي شد يد ميمتك وربي يسهل لكم ان شاء الله, إن شاء الله في امان الله مع السلامه احيانا يجيو حالات تجي حالات للتعب تعب يحليله يحليل هذا الشاب هذا الظروف منين يدور من اللي عمره عامين وهو حيط يدي وحيط يجيب بلاد تدي بلاد تجيب القلب قد ما يقساح القلب قد ما يقساح يكفي أنك تجد الكلمة المناسبة في الوقت المناسب الكلمة وجدتها صابتها وركبتها وبلغتها حصة اللي فات مات والحيز المحيط وفرتها لنا الشروق سعادة حب مودة طول العمر وهناء هذا ما نرجوه لكنا ولكم جميعا هذا جلال يحييكم سلام عليكم